بسم الله الرحمن الرحيم. الأسبوع اللي راح أعلنت سامسونج عن 4 أجهزة جديدة. تكلمت عن 3 أجهزة اللي هي الجالكسي S20. في فيديو سابق راح أحط لكم رابطة في الوصف تحت. لكن أعلنت عن سلسلة جديدة اللي هي الجالكسي Z. الجالكسي Z أتوقع أنه هي السلسلة من سامسونج الجديدة اللي هي الأجهزة القابلة للطي. طبعا السنة اللي راحت أعلنت سامسونج عن الجالكسي فولد. الجالكسي فولد هو عبارة عن جهاز جوال عادي أنت تفتحه عشان يتحول إلى تابلت. لكن هذا الجهاز هو جهاز جوال عادي، صحيح أنه أطول من اللي احنا تعودنا عليه، وحتى الأسبكت ريشو فيه غريبة 22:9، لكن الجهاز أنت تقفله عشان يصغر معك، لكن إذا فتحته هو جوال عادي. طبعا حسنت سامسونج في كل حاجة موجودة في الجوال هذا، من ناحية المفصل اللي تفتح وتقفل فيه الجهاز حسنته بشكل كبير. أضافت بصمة في زر التشغيل، ما في بصمة موجودة على الشاشة، يدعم الشحن اللاسلكي، فيه شاشة صغيرة تعرض لك الشحن، تعرض لك مثلا الإشعارات، تقدر ترد فيها على المكالمات أو حتى تستخدمها ككاميرا أو شاشة للسيلفي لو التقط سيلفي. الجهاز يجي بشاشة زجاجية، يعني سامسونج هي الوحيدة اللي تقدم شاشات زجاجية قابلة للطي. وفروا فيه وضعيات متعددة مثل وضعية الجلوس انك انت تخليه نصه مفتوح، ووفروا حاجات في السوفتوير مناسبة. طبعا سامسونج يعني حتى الآن هي الرائدة في هذا المجال، هي اللي قدمت شاشات قابلة للطي بشكل أجمل من المنافسين. يعني في موتورولا قدمت، واوي قدمت، لكن سامسونج هذه التجربة الثانية لها، أفضل بكثير من تجربة الجالكسي فولد، لكن حتى الآن ما هي تجربة ناضجة. الجهاز هذا سعره غالي، يعني تقريبا $1,300 تقريبا. مشكلته انه حتى انت فاتح الشاشه راح تلاحظ انه مكان المفصل في حاجه في الشاشه متغيره، ما اتوقع ان ممكن تتعود عليها مع الاستخدام، لكن برضو الضايق الواحد. لكن الجهاز حتى من ناحيه المواصفات هو اقل بكثير من الجالكسي S20 اللي اعلنت عنه سامسونج في نفس المؤتمر. فمن ناحية أنه ما يدعم الواي فاي 6، من ناحية أنه دقة الشاشة ما هي كواد اتش دي، دقته في الاتش دي، من ناحية أنه الرامات فيها أقل، ما يدعم كروت الشاشة الخارجية، يعني في أشياء كثيرة أقل من اللي قدمتها سامسونج في الجالكسي S20. يعني هذا الجهاز هو يقارن بالجالكسي S10e، حتى أقل جهاز قدمته سامسونج السنة اللي راحة من فئة الجالكسي S. فهذا يعني الجهاز مصنع للناس اللي حابين انهم يجربون تقنية جديدة. في ناس مثلا مضايقة من حجم الجهاز او من حجم الأجهزة اللي احنا نستخدمها، وحابين مثلا انهم يقفلون الجهاز عشان يستخدمونه ما ياخذ مساحة مثلا لما يحطونه في جيوبهم او كذا. لكن الشاشات القابلة للطي ما هي تقنية ناضجة، ما هي لكل الناس، هي فقط للناس اللي حابين يجربون كل جديد. يا ريت تقولوا لي رأيكم، لو كان عندكم رأي مخالف اكتبوا تحت في خانة التعليقات او سألوني على حسابي في السناب. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.